بعد فيديو النهاردة أوعدك إنك مش هتدور بره تاني على مواقع العمل على الإنترنت للمبتدئين اللي حرفياً بتكسبك فلوس من ولا حاجة. أنا جاي أكلمك النهاردة عن تجربة شخصية وجاي أشرح لك واحدة واحدة لو أنت لسه مبتدئ في المجال ده زي باقي المبتدئين اللي داخلين بشكل كبير جداً جداً في المجال مؤخراً واللي للأسف الشديد بدأوا يستغلوا من قبل يوتيوبرز عديمي الأخلاق حرفياً بيشرحوا لهم مواقع نصب على الإنترنت ومواقع ضحك على الانترنت حرفيا بيضيعوا وقتهم وفي النهايه بياخدوا منها سنتات والناس دي بتجري بشكل كبير جدا جدا على الفيديوهات دي وبيطلعوها السبع حرفيا رغم ان المواقع دي حرفيا بتاكل وقتك وبتاكل مجهودك على الفاضي. تخيل معايا انا جايب لك النهارده احد افضل مواقع الربح من الانترنت والعمل على الانترنت الحقيقي اللي هتكسبك فلوس وفلوس من ولا حاجه. يعني لو عايز تشتغل في مشروع ياخد منك مجهود الموقع ده بتاعك، عايز تشتغل على حاجه او مشروع تاخد منه فلوس من ولا حاجه وهنعرف يعني ايه ولا حاجه دلوقتي في سياق فيديو النهارده، فبرضه الموقع ده بتاعك انت. الموقع ده محترم جدا جدا، موقع عالمي، موقع مش نصاب وموقع ممتاز ومناسب لكل الناس. هنستغل كمان معاه اصحاب الموبايلات، يعني في اغلب المبتدئين بيبقوا داخلين معاهم موبايل بس وعايزين يشتغلوا على الانترنت لانه لسه بيقول يا هادي وعايز يشتغل ويشوف هل فعلا الكلام ده حقيقي يقدر ان هو يصرف فلوس من جيبه ويشتري جهاز كمبيوتر يشتغل بيه. فهو في البدايه بيجرب من الموبايل ورغم ان فرصته قليله جدا جدا من على الموبايل الا انه ممكن يكسب برضه من على الموبايل مبالغ ماليه كويسه ممكن تمشيه بعد كده يقدر ان شاء الله انه يجيب جهاز الكمبيوتر او اللابتوب اللي هو بيحلم بيه. فمن النهايه انا اوعدك ان شاء الله انك هتطلع النهارده بمعلومه محترمه وجايب لك موقع زي باقي المواقع اللي ريان شرحها قبل كده وانتوا بتكسبوا منها لحد دلوقتي وانتوا عارفين نفسكم كويس يلي بتتابعوا القناه. المهم من غير ما اطول عليكم اكتر من كده هخش على طول على محتوى حلقه النهارده وهنبدا على بركه الله. ما تنساناش من دعمك بالاشتراك في القناه، خلاص قربنا على ال 100,000 اخ واخت، قال لنا بالظبط 4,000 فهمتكم معانا شويه. وكمان ما تنساناش من اللايك للفيديو ده، اللايك بيفرق جدا جدا وده اللي بيبين لي انتوا مهتمين بالسلسله دي ولا لا. تالت حاجه بقى واخر حاجه اكتب لي كومنت قول لي رايك في المحتوى اللي بنقدمه وفي السلسله اللي انت بتشوف اول فيديو او تقريبا 10 او 20 فيديو فيها. نبدا على بركه الله، يلا بينا. بص يا غالي انا عايز منك تسمع كل كلمه انا بقولها وتفهمها كويس جدا جدا وبعد كده تطبقها بدماغك انت. اهم حاجه في المجال ده انك تشغل دماغك وتفتح دماغك معايا وتبدا تنطلق من الابداعات اللي جوه منك وما تاخدش كلام محمد الريان او غيره كوبي بيست وتقول ده انا هكسب زي ما هو بيكسب. تمام اتفقنا. موقع النهارده هو موقع للربح من الافلييت، ولكن ركزوا معايا افلييت بنظام الاحاله، يعني موقع جوه منه عروض كتيره جدا جدا، من ضمن العروض دي في عروض احاله. يعني ايه احاله؟ يعني انا اخد لينك لموقع اقول لك سجل في الموقع ده انت تسجل فيه انا اخدت كوميشن. اظن مفيش اسهل من كده، ده الولا حاجه بعينها. شرحتها قبل كده وعملت عنها سلسله كامله عندي في القناه، لو دخلت كده على البلاي ليست من هنا هتلاقي عندك الربح من الريفرال فيها 16 فيديو. تخيل معايا 16 فيديو بيتكلموا عن السلسله دي. ادخل بقى شوف ال 16 فيديو دول لو انت عايز تتوسع شويه او كمل معايا فيديو النهارده لانك داخل على موقع محترم جدا جدا جدا. هتكلم النهارده عن موقع شيرا سيل، الموقع المنافس والاول لموقع سي جي افيليت. اتكلمت قبل كده عن سي جي افيليت والبلاي ليست اللي وريتها لكم دلوقتي دي كانت معتمده اصلا على سي جي افيليت. دخلت جربت اسجل في شيرا سيل لان لقيت فيه عروض كتيره جدا جدا مش موجوده في سي جي افيليت. سجلت واتقبلت بطريقه معينه هوضحها لكم ان شاء الله في فيديو النهارده. وجربت الفيديو ده لسه يعني انا بقول هبدا اصور دلوقتي الفيديو من نص ساعه، بدات ان انا اجرب، خدت كده اللينك بتاعي من جرامرلي وبالمناسبه اتقبلت في جرامرلي على طول من غير اي من غير ما انتظر اصلا. تمام؟ المهم انا خدت اللينك بتاعي في جرامرلي ورحت سجلت بيه في المتصفح بتاعي برضو على النقيض الاخر في المكان الثاني، يعني لو عملت كده كنترول اتش هنا يا باشا هتلاقي فين هنا جرامرلي. المهم كانت موجوده هنا انا مش عارف مش ظاهره معايا ليه. المهم مش هنا يا ربي انا اسف، هوريكم بس كده بس عشان بس تقولوا لي توداي زي ما انتم شايفين كده جرامرلي اهو توداي كل ده الكلام ده النهارده زي ما انتم شايفين. فسجلت انا من شويه مش بعيده جدا في جرامرلي وبدات ان انا ايه اشوف الدنيا تمشي معايا كويس ولا لا، هل هيتسجل ليا الكوميشن ولا لا. وزي ما انتم شايفين اتسجلت ليا الكوميشن ب 20 سنت، يعني مجرد ما انا سجلت في الاداه دي انا خدت 20 سنت. قيس على كده في مئات العروض اللي موجوده جوه موقع شيرا سيل بنفس الفكره دي.
اللي هو ايه ريان، اللي هو يسجل تاخد انت كوميشن. الكوميشن ده بيبدا معاك من 1 سنت يطلع شويه ل 20 سنت، بعد كده نص دولار، بعد كده 5 دولار، بعد كده 10، وكل ده ان شاء الله نشرحه في الايام اللي جايه، ونعمل سلسله كامله لموقع شراء سيل. خلاص. ولكن الموقع ده مش زي موقع سي جي، لان الموقع ده شويه بيحتاج ريفيو، فانا هديك التريكات بتاعتي اللي خلتني اتقبل جوه الموقع ده، وانت تطبقها وتمشي عليها ان شاء الله. المهم انا حاسس ان انا طولت عليك شويه، انا حاسس كده مش عارف ليه، بس المهم هنبدا نخش على طول محتوى حلقه النهارده. تلاقي لينك موجود تحت في الديسكربشن، وهو لينك التسجيل في موقع شراء سيل، او موقع او لينك موقع شراء سيل. ما علينا، كل اللي انت هتحتاجه هو الموقع ده، وكمان جوجل ترجمه، والبريد الالكتروني بتاعك، والموقع بتاعك، وكل الكلام ده موجود عند كل الناس. ممكن تفتح من خلال الموبايل بتاعك، يعني افتح كده الموبايل بتاعك تمام، وافتح منه الموقع ده، وافتح الجيميل، وافتح جوجل ترانزيت من على الموبايل بتاعك. دوس كده على ساين اب، او اقف كده على ساين اب من هنا، واختار افيليت ساين اب. ركزوا معايا، هدوس كده على افيليت ساين اب، هيفتح لي المكان ده. هبدا ان انا اكتب يوزر نيم، اختار يوزر نيم ما يكونش حد اختاره قبل كده. فهنكتب مثلا وليكن ريان ميدو تمام، مثلا 78 مثلا يعني. ده كده يوزر نيم. حط لي كده باسورد، اعمل لي كده باسورد قوي، حطه لي عندك هنا. يور كانتري، الدوله بتاعتك، ايا كان نوعيه الدوله، كل الدول تقريبا يعني مقبوله معانا هنا. خلاص هشوف معاكم بس كده هنا مصر، ادي مصر زي ما انتم شايفين. اختار الدوله من هنا ودوس كده على ستيب 2. ستيب 2 ركزوا معايا، هيبدا يفتح لي الخانه الخاصه بالبيانات اللي احنا لازم نملاها. اول حاجه بيطلبها منك هنا ان يكون عندك موقع او قناه او حساب على الفيسبوك او حساب على الانستجرام، حاجه يكون عليها فولورز تقدر تعتمد عليهم. طب انت ما عندكش الكلام ده تعمل ايه؟ تحط رابط موقع، رابط موقع تعمله كده على بلوجر، يكون موقع محترم، شكله كويس، في محتوى، اتعب شويه، روح شوف باقي الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن انشاء المواقع، واعمل موقع زيها، وحط رابط الموقع بتاعك هنا. هو هنا مش بيطلب منك ريفيو، يعني ما بيقولكش اثبت لي ان الموقع ده بتاعك. فانا مش هقول لك روح خد رابط موقع حد تاني حطه، يعني مش عايزين الحته دي، مش بتاعتنا. حط موقع يكون خاص بيك. المهم انا هحط له كده موقع اسمه بارجنز دوت نينجا. ده الموقع اللي شرحت عليه ازاي تعمل موقع خاص بيه الكوبونات. ده موقع كوبونات يا شباب زي ما انتم شايفين. طيب هو في بس مشكله عندي هنا تقريبا، الدومين شغال و100 مفيش اي مشكله معايا تمام. فده كده رابط الموقع بتاعي. خلاص تحت شويه بيقول لي ويب سايت انفورميشن، الموقع ده بيتكلم عن ايه، او بيتكلم بلغه ايه، الموقع ده شغال بلغه ايه، يعني لغه عربيه ولا انجليزيه ولا غيره. فلو انجليزي بتختار انجليزي، لو حاجه تاني غير الانجليش فنختار كده لانجويج اذر ذان انجليش، لو مالتيبل لانجويج انكلودنج انجليش، يعني متعدد اللغات بما فيها الانجليزيه، او متعدد اللغات وما فيش فيه انجليزي. فاهمني؟ يعني لو مثلا لو عربي فرنساوي بختار الاخيره، لو عربي فرنساوي انجليزي اختار اللي قبل الاخيره، لو عربي بس اختار الثانيه، لو انجليزي بس اختار الاولى. مفيش ابسط من كده في الشرح اهو تمام. ويب سايت كونتنت، داز يور كونتنت كونتين ادلت كونتنت، يعني الاختيار ده بيقول لك ان الموقع بتاعك ده محتوى او جوه منه محتوى للكبار فقط ولا لا. لو حاجات فيها، لو الموقع بتاعك فيه حاجات للكبار فقط بيختار يس، لو الموقع ده مفيش حاجه للكبار فقط موقع عادي اختار نو تمام. بعد كده بروموشنال استراتيجيز، دو يوتيلايز سبونسرد ليستنج، انت بتعمل اعلانات عن طريق السبونسرد ليستنج ان بيبر بي بي سي. على سبيل المثال انت بتعمل اعلانات على بينج وجوجل ادز للعروض بتاعتك ولا لا؟ لو ايوه بتختار كده ايه؟ يس. هو هنا عايز يعرف انت هتسوق ازاي للمنتجات دي. ركزوا معايا، كل كلمه هتعملوها مهمه، اختار الحاجه اللي انت يعني اللي انت هتعملها. قول كده كلام عقلاني، ما تاخدش كلام ريان تاخده كوبي بيست تمام، لان انا عارف ان هيبقى فيه هجوم كبير على الموقع بمجرد ما ينزل الفيديو ده، والموقع هيرفض كتير منكم. فبعد اذنكم يا اما تهدوا شويه لما الدنيا كده تروق على الموقع ده وتبدا تسجله، يا اما تسجل بمعلومات قانونيه وحقيقيه. المهم دو يو يوتيلايز كوبونز، انت شغال بالكوبونات زي ما انا شغال كده؟ ايوه طبعا، انا حاطط له موقع كوبونات يبقى لازم اقول ان انا شغال بالكوبونات، مش هكذب عليهم يعني، ده كله بيتراجع. دو يو يوتيلايز ا براوزر ادون تول بار، ايا كان اللي هو على سبيل المثال ادوانس اللي هي ايه؟ اللي هي يعني اضافه على جوجل كروم او فايرفوكس، شغال بيها ولا لا؟ طبعا انا مش شغال بيها، دوس كده على نو. انت بتسوق عن طريق اضافه ولا لا؟ يعني عشان بس تفهموا الدنيا ماشيه ازاي. هنا بيقول لك ار يو ان ادفرتايزنج نتورك، يعني انت شركه تسويق، انت شركه افلييت، جوه منك في ناس شغاله تبع منك ولا لا؟ طبعا تختار نو، انت انديفيدوال، انت شخص واحد. Do you have a network of publishers؟ انت عندك يعني قائمه كده من الناس اللي بيعلنوا، انت عندك قائمه من الببلشرز اللي هم زيك انت ولا انت لوحديك؟ فانت تختار وانت لوحديك طبعا، تختار نو تمام. Do you display advertisement on site that you don't own؟ انت بتعلن او بتعمل اعلانات في مواقع انت مش ممتلكها،
يعني بتروح تدفع لصاحب الموقع تقول اعمل لي انا عندك. طبعا انت لو عندك موقع بتعمل كده يبقى قشطه، مش عندك خلاص يبقى دوس عليه على نو. طبعا انا عندي فدوس كده عليه ستيب 3. هنا كده بيقول لك ايه يا باشا، ركزوا معايا، انت طبعا عندنا ايميل هنا، احتفظ بالايميل ده لان الايميل ده مهم جدا جدا. خلاص انا محتاج الايميل ده، فانا بس هركنه هنا. تمام، احنا هنسجل دلوقتي، هنحط ايميل يقدروا يتواصلوا معانا بيه. احنا عايزين ايميل يكون قانوني، ويفضل يكون الايميل ده ايميل مدفوع. يعني ايه ايميل مدفوع؟ انت بتقول مجاني يا ريان، انا بقول يفضل، يعني مش شرط. ممكن تسجل بايميل جيميل عادي، ما عندكش ادنى مشكله. بس لو انت عندك دومين، حتى لو كان الدومين ده .xyz.co.net ايا كان، اعمل ايميل احترافي على الدومين ده وسجل بيه. زي انا مثلا، انا عامل ايميل اسمه info@ryan97.com، ده الايميل بتاعي. خلاص، فانا اتقبلت، يعني كان في حاجه كده بتساعدني ان انا اتقبل بناء على ايه؟ بناء على الايميل اللي حطيته ده. فانت حط ايميل يكون مقبول بعد اذنك، يعني ما تحطش ايميل وهمي وتقول انا هشتغل واستنصح والكلام ده الى اخره. فانا احط ايميل كده ايا كان، اي ايميل بس يعني اجرب بس معاكم. وبعد كده تدوس على الستيب 4، وركزوا معايا، انا محتاج هنا الايميل ده، فهاخده بس كوبي. تمام، تمام، حاطينه فوق هنا واحطه كمان هنا عشان بس ايه ابقى يعني مطمن. هنا بقى بتحط الانفورميشن بتاعتك، هتحط البيانات بتاعتك، املى كده البيانات بتاعتك، وليكن مثلا احمد السيد. مين احمد السيد ده؟ معرفش والله، بس انا بجرب معاكم. التشيك بيبل تو اورجانيزيشن، طبعا التشيك بيبل تو يعني الفلوس دي تدفع لمين، اكتب اسمك تاني. تمام، بس اسمك اللي موجود فيه بطاقه الهويه، ركزوا معايا. الفون نمبر حط رقم التليفون بتاعك، حط اي رقم، رقمك انت، انا بس ده رقم كده عشوائي انا حطيته يعني. تمام، الادريس لاين 1 بتحط كده العنوان بتاعك، ده العنوان وليكن يعني. تمام، السيتي هي ايجيبت او كايرو، هنا كده كايرو، طبعا الدوله بتاعتك يعني على سبيل المثال الزيب كود. هنا طبعا ايجيبت زي ما هي موجوده. السبورت فون بان يعني لو اتصلوا بيك الرقم ده اللي هو انت هتاكد بيه، هنكتب مثلا 4747 7474. البروجرام الديسكربشن بيقول لك هنا اوصف لي الماركتنج بلانز بتاعتك، تعمل ايه؟ تروح كده على جوجل shersel@shersel.com، ده موقع الترجمه. المهم هتخش كده على جوجل ترانسليت، ركزوا معايا، طبعا مش عارف لغه انجليزيه فبتكتب عربي، فتكتب كده ايه، انا صاحب موقع تقني او قناه تقنيه او حساب تقني، انا مؤثر تقني. ادي يا باشا، انا مؤثر تقني امتلك العديد من المواقع والقنوات التي استطيع ان اسوق واروج للعروض من خلالها، وذلك لأني أمتلك سمعة جيدة في مجالي. طبعا أنت ما تكتبش الكلام اللي أنا قلته ده وتاخده كوبي بيست وتحطه عندك وتستنصح، ليه؟ لأن أكيد في حد هيعملها، فأنت صيغ كده يعني، قول له أنت هتسوق إزاي؟ أنا عندي جروب على الفيسبوك كبير في ناس كتير هسوق ليه، أنا عندي قناة كبيرة هسوق ليها، أنا بروح أعمل إعلانات في مواقع تانية أنا بسوق ليها، أنا عندي مواقع فسوق فيه. فأنت اختار حاجة تكون يعني نوعاً ما مقنعة، ما تاخدش الكلام كوبي بيست. طبعاً أنا هغير كلمة تكنيكال دي وأخليها تك بس. تمام، خلصنا 155 قشطه خالص والدنيا تمام. ادوس كده ماي سايت اوبريتس ان انسنتيف بروجرام، لا خليها كده نو. تمام، الدومين اونر شيب، انت بتمتلك ديو اون ذا دومين اتش تي بي اس، يس اي فيريفاي. دوس كده على ستيب 5، ركزوا معايا الكلام ده مهم جدا جدا والله. بيقول لك هنا الدفع هيدفع لك على ايه، طبعا ممكن يدفع لك عن طريق الشيك او عن طريق حواله على بنك او عن طريق بايونير، انا بفضل بايونير. وتروح كده على اي وسيط بايونير تقول له تعالى استلم مني الفلوس، هتحط الاكونت الايميل بتاعه هيتبعت له الفلوس، يبعتها لك على اي طريقه براحتك. اتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده مش هنرغي فيه تاني. المهم اقل حاجه هنا $50، المينيمم بي اوت $50، ركزوا معايا، المينيمم بي اوت $50. هختار تشوز ليتر انا دلوقتي، ادوس كده على كومبليت ساين اب، واختار كده يا باشا على اي اجري واي اجري او اي فيريفاي واي اجري، ودوس كده كومبليت ساين اب. هستنى تقريبا ل 4 3 ايام، نيكست 3 بزنس دايز. بس ركز معايا، لو انت الايميل بتاعك خلاص والموقع بتاعك مش حاجه واو، مش حاجه عظيمه، مش حاجه كبيره، طبعا تعمل هنا كونفرميشن. تمام، يا الله، طبعا الايميل كده انا عايز ارجع بس كده للايميل اللي انا كنت كاتبه. تمام، المهم لو انت الموقع بتاعك مش حاجه واو، مش حاجه كبيره، مش حاجه يعني تشد الموقع ده ان هو يقبلك،
فانت بتعمل ايه؟ بتروح بنفس الايميل، بنفس الايميل ركزوا معايا اللي انت سجلت بيه، وتروح تبعت ايميل، دوس كده على انشاء من هنا للايميل ده اللي هو shirasale@shirasale.com. ركزوا معايا عملت كده، يعني انا عملت الطريقه اللي انا قلتها لكم دي. وطبعا من الايميل بتاعك الموضوع هنا كده application او affiliate account creation، ده الاسم. هنا يا باشا بتبدا تكتب له برضه بالترجمه، يعني تكتب له كده من هنا بالعربي وهو يترجم للاجنبي، تقول له ايه؟ تقول له مثلا على سبيل المثال انا صاحب موقع وقناه محمد الريان. اوعى تكتب محمد الريان، ها، لان انا مسجل عندهم فهيعتبرك اسكام، فيقفل لك الدنيا ويقفل لك الاي بي وتبقى ليله سودا سعادتك. فيكتب حاجه انت متاكد منها. استطيع امتلك العديد من المواقع والقنوات وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناتي التي بها 100,000 مشترك يثقون في محتواي وفي شخصي. أستطيع أن أسوق وأحصل على العديد من التحويلات في وقت قليل بناء على خطة تسويقية متقنة ومدروسة. أرجو من حضرتك، من حضرتك تمام، قبول الحساب للبيت في العمل. تعمل إيه؟ تدوس نقطة، تاخد الكلام ده كوبي تمام، تبدأ تحط هنا بعض الرسالة بتاعتك خلاص، طبعا أجنبي إنجليزي أيا كان، وتيجي تحت تحط إيه؟ تحط رابط الموقع بتاعك أو رابط القناة بتاعتك أو رابط حساب السوشيال ميديا بتاعك او رابط الجروب الكبير بتاعك او رابط التليجرام الكبير بتاعك، الحاجه اللي هتقدر ان انت تثبت له انك فعلا حد حقيقي حابب يشتغل على الموقع ده، وتدوس على سنت. بعد ما تدوس على سنت في خلال 24 ساعه هيتم الرد عليك وقبول الاكونت بتاعك، وتبدا تشتغل عادي على الموقع بتاعك او على الحساب بتاعك جوه موقع شير اسل. خلاص، انا طبعا شرحت لك دلوقتي ازاي تسجل جوه الموقع. الفيديوهات اللي جايه طبعا انا عندي اكتر من عرض، جرامرلي، سيرفي جونكي، هنا كده ده تيك فيوجن تقريبا ده اسمه برضه عرض، كلاود ويز، سيرفي جونكي تاني، ترينكا اي اي، كل الكلام ده ان شاء الله هنشرحه في حلقات جايه، يعني هنخصص كده لاكتر من عرض جوه الموقع ده وازاي تسوق وتروج ليه. لحد كده وصلت للنهايه، كان معاكم محمد الريان، ما تنسوش من دعمكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.